السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله هنكمل في سلسلة القضاء على النحافة وسلسلة الوصفات التسمين. هذه الوصفة تاع اليوم جد رائعة، جد غنية بالفوائد التاوحة، تقضي على الانيمي، وبها عندنا هنايا زوج تاع المكونات. عندنا أولا خميرة الجوعة كما راكم تشوفوا هنايا، تباع عند الصيدلاني، ها هي خميرة الجوعة. غادي نتحدث لكم شوية عليها. هذه حلال أول شيء، كاين اللي يقول لك ماشي حلال وكاع، حلال. وثانيا هذه خميرة الجوعة اللي مدة 25 يوم وفأكثر، من 25 يوم حتى لشهر تبان النتيجة تاعها. عندنا 9 حبات في اليوم بالتمام والكمال، يعني هذه وصفة تريتمون، ما نجموش كما يقول لك نبعدوا عليه، ولا ما نجموش نخالفوه. لق 3 في الصباح، 3 في الفطور، 3 في العشاء. هذه هي خميرة الجوعة. هذه الخميرة الجوعة تكون مرافقة لهذه الوصفة الثانية اللي هي الوصفة الأساسية، اللي هي هنا يديت فيها الجنجل الأبيض، حمصته في المقلة ورحيته كما راكم تشوفوها كابودغ، ودرت معاه الكاوكاو ثاني حمرته هو في المقلة وثاني رحيته بودغ، ديت نفس الكميه تاع الجنجلان، وديت نفس الكميه تاع الجنجلان نفس الكميه تاع الكاوكاو، درتهم بالتعادل، ودرت معاهم زوج ملاعق كبار تاع حلبه مطحونه هكا باش تعطينا الفائده وتعطينا نتيجه رائعه. وعندنا هنايا العسل الحر، لازم لنا العسل الحر في هذه الوصفه. هنايا غادي ندو ملعقه كبيره كما راكم تشوفوا هنايا من هذا الخليط، ديت ملعقه كبيره تاع جنجلان مخلط بالكاوكاو ومع الحلبه. غادي نديروا معاه ملعقه صغيره ما يعادل ملعقه صغيره تاع عسل الحر، نخلطوا هذا المزيج، نخلطوه غايه حتى نتحصلوا على هنا. ما يليقش نخلطها في علبه كبيره زجاجيه ونحتفظوا بها، كي نبغوا ناكلوا نديروا هذه الخلطه كيما هكا باش نحشر. ديجا راني دايره الحلبه فيها، الحلبه طلق المروريه سيرتو المطحونه هكا باش العسل يقضي لنا كاع على هذيك المروريه. نخلطوا جيدا حتى نتحصلوا على، نزيدوا شويه عسل، ها هي الوصفة تاعنا راهي جاهزة كما راكم تشوفوا. هنا ما تشوفوا فيها لا كاوكاو لا جنجلان لا والو، كلشي راه مطحون فيه. وهاد الوصفة، هاد الخلطة تاكلوها كما قلت لكم بعد القهوة تاع الصباح مع خميرة الجوعة، بعد القهوة تاع الصباح وبعد الفطور تاع 12، وفي الليل اخر شيء كما نقول لك مور الماكلة كي نتعشوا ونكملوا نبغوا نرقدوا نشربوا 3 حبات تاع خميرة الجوعة مع ملعقة كيما هكا كبيرة، هذه ملعقة كبيرة تاع الجنجلان ولا حبات السمسم. وان شاء الله يا ربي تلقوا النتيجة في غضون 15 يوم، يعني اسبوعين تبان النتيجة، تبان النتيجة المبهرة، توصل لكم 5 كيلوغرام في الاسبوع الواحد. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم هذه الوصفات وهذه السلسله اللي خصصتها للمقبلات على الزواج من شباب وشابات والقضاء على النحافه بكل طرقها. ومازال ان شاء الله نقدم لكم الجديد، ومازال نجيب لكم الوصفات، ومازال نجيب لكم الخاصه بكل مناطق الجسم. هذه الوصفات عطيتها لكم انايا خاصه بكل مناطق الجسم، من وجه، من خدود، من ارداف، من ايادي، كاع مناطق الجسم. وان شاء الله غادي نخصص لكم سلسله اخرى لتسمين بعض مناطق الجسم، كل منطقه واش نديروا لها ان شاء الله في سلسله اخرى مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن وحفظه، وما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه للزوار الجدد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.